السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا الغالي اتفضل. معلش يا مولانا، معذرة. كان واحد راح في مكان حكومي يريد أن يدفع مصروفاتنا، قالوا له لازم تدفع بالفيزا، ما بناخدش فلوس نقدا. فخرج بره في ناس معاها الفيزا بتاعتها حاطة فيها رصيد عشان كده، فيدوا له الفيزا عشان يدفع بيها، خد 50 جنيه ويدوا لهم وبيرجع لهم في مصروفات. مثلا خد 50 يدوا له مثلا 10 جنيه عشان أعطيهم الفيزا بتاعته أو 20 جنيه. يعني واحد يسدد لناس مصاريفهم في المرور، في التربية والتعليم، في أي هيئة، ويأخذ مقابل هذا التسديد كأجرة. تمام. الأجرة لا بأس بها. نسبة ثابتة ولا ممكن تزيد زيادة المبلغ؟ كيفما اتفقوا. جزاك الله خيرا. وإياكم.